السلام عليكم. عندنا النبات الزامية أو الزامبية البعض يسميها، طبعا هاي شبه النخيل، يعني يعتبرونها شبه النخيل. طبعا هاي تحب المكان، ما تحب الإضاءة العالية ودرجة البرودة ما تحبها العالية، فتريد مكان معتدل. حتى لو بي مكان بي إضاءة قليلة يعني عادي، ما يهمها. طبعا هاي تتكاثر بالأوراق، وبهذا اعتبار ساق، هذا تتكاثر بالساق. ما تحب الماي هواي، هاي يعني السقي مالها حسب المكان او البيئه مالتها. نقدر نخليها بمكان يعني خارجي، بس يكون المكان معتدل، يعني مو لا بروده ولا حراره قويه، ما تتحمل. ف تريد مكان معتدل يعني. فهاي السقي مالها حسب يعني المكان مالتها. هسه احنا مثلا هنا عندنا الجو حار، نشغل مكيف، ف يعني كل 10 ايام، كل 15 يوم، كل 20 يوم، كل شهر بالشتاء، فتختلف يعني السقي مالتها. كل ما تنشف التربه مالتها نسقيها. طبعا تزرع بتربه البتموس وبالبرلايت، وبعد هم اذا تريد تخلي كوكو بيت وياها على مود الرطوبه هم ماكو مشكله، تخلط وياها. طبعا هسه هاي نقدر ناخذ هسه هاي الورقه، نقص الورقه هاي ونزرعها. طبعا كل ما تصير الورقه يعني الحجم مالها اكبر، تصير النبات مالها اعلى، او نقص الساق منها، نقص الساق ونزرعها. هاي اعتبار ساق هذا، لان هاي الاوراق، هاي الاوراق تبدي تذب جذر، هاي الاوراق تظل تجذر. بس الفتره مال التجذير مالتها يعني مو شرط، يعني تاخذ لها شهرين، ثلاثه، امرار 6 اشهر، يعني حسب يعني البيئه مالتها والجو مالتها. هسه راح نشوف البقيه اللي مجذرينها وشون العنايه بيهم. طبعا عندنا هاي كاسه مال شاي، نقدر نثقبها بهالصورة هاي على مود اللي ينزل الماي مالتها، نسقيها ينزل. وهذا عندنا بتموس، ناخذ البتموس، هذا البتموس بهالطريقة هاي. طبعا هاي نقدر نخلي لها مجذر او اللوفيرا ونخليها، او نزرعها بهالطريقة هاي ما يحتاج هاي، ونسقيها. طبعا هاي السقي مالتها من نشوفها تنشف، لان يعني هاي الاوراق يعني حساسه نقول بشكل، فالسقي مالتها مو شرط يعني 4 ايام، 5 ايام، اسبوع، حسب من تنشف هاي الكاسه، او نزرعها بسندانه مباشره، سندانه اكبر. هاي بعد ما زرعناها عندنا اكو زارعين، هسه راح نشوفهم. هاي بعد ما زرعناها، وهاي اذن زارعين كان بالكاسات وحولناهن بسندانه اكبر. طبعا هاي صار لنا فتره من زرعناهن، هسه راح نشوف شلون هاي مثل ما قلنا زارعينها بكاسه، هاي الكاسه، هاي الجذور مالتها، هاي الباديه، هاي الجذور مالتها، تبدي بهالصوره هاي. هاي يصير شلون البطاطا، وتالي انه بتبدي الذبساق. هاي الجذور مالتها، هاي الاوراق بالنسبه للاوراق، بالنسبه للساق، الساق يختلف. الصراحة نشوف البقيه. طبعا هذني زارعين هذني بالساق مالتهن، هاي قلنا هذا اعتبار عن ساق هذا. فهذني سويت تجربه عليهن، ذبيت لهن عالي الفسفور والام بي كي المتعادل. طبعا هذا الدفع مالهن، هذا الدفع هاي تقريبا هاي 40 سنتيم 35 سنتيم، هذا الدفع مالته خلال تقريبا 3 اشهر، شوي اكثر من 3 اشهر هاي النمو مالته. طبعا الفتره يعني كل 15 يوم، كل 20 يوم نذبلها، بس هاي كتجربه. هسه هاي من زرعناها وياهن، هسه خلينا نشوفها. هاي مثل ما قلنا على شكل البطاطا، تصير مثل البطاطا. وهذا الساق الزارعين احنا، وهذا النمو مبين جديد، هذا النمو جديد، هذا النمو مالتها جديد. هاي مثل ما قلنا هاي ارتفاع مالتها تقريبا 40 سنتيم، هذا النمو مالتها. هاي عود اصغر وحدة، ذني اكبر شوية. هسا هاي نقدر نزرعها ردود، نغير التربة ونغير السندانة مالتها، الشكل مالها على شكل بطاطا. طبعا نقدر نقصها من هنا ونزرعها. طريقة زراعتها سهلة، كل سهلة، أي واحد يحب يزرعها، وشكل حلو يعني منظرها حلو. في أمان الله.